احنا جمعية رجال الأعمال المصريين هي أقدم جمعية في هذا المجال الاقتصادي، وتم تأسيسها سنة 1979، يعني بقالنا حاليا 38 سنة. وإحنا بنكرم أعضاء الجمعية اللي أمضوا 25 سنة فأكثر في هذه الجمعية، واللي خدموا في الجمعية خلال هذه الفترة. جمعية رجال أعمال أسست لغرض خدمة الاقتصاد القومي المصري في وقت كان الاقتصاد القومي التوجه فيه حكومي واشتراكي، وكان تم عملية الانفتاح في عهد الرئيس أنور السادات، وبناء عليه تم عمل الجمعية للتكلم باسم القطاع الخاص وخدمة الاقتصاد. على مدار هذه السنين الجمعية كانت بتشتغل مع الحكومة وبتعمل وسائل اتصال وضغط مع الحكومة دائما لتغيير القوانين وتنقية مناخ الاقتصاد علشان خدمة هذا الاقتصاد. احنا معانا النهاردة بيتكرموا 81 عضو من أعضاء الجمعية أمضوا أكثر من 25 سنة في عضوية الجمعية، وده يدل على مدى يعني ترابط هذه الجمعية.